ايه اللي مش متربيين دول يا استاذ؟ ده متربي. انت بتضرب طفله وتورم ايديها ليه؟ على فكره المدرس المحترم اللي عنده شخصيه ما يمدش ايده على طالب عنده، لانه المفروض يسمع كلامك عشان بيحبك مش عشان بيخاف منك. انما من الواضح جدا ان حضرتك مالكش اي علاقه لا بالاحترام ولا بالتدريس. لا انا ما سمعتكش. اسمع اسمع انت يا عم كرومبو. بقول لك ايه، كلمه زياده وخلي منظرك زباله قدام المدرسه كلها، انت فاهم؟ انا كنت بتناقش بس مع المدام سلمى. ممكن تسمعيني؟ طيب ممكن اعرف انا ذنبي ايه دلوقتي؟ انا عملت لك ايه؟ خليك سيب البيت. البت اتضربت يا استاذ عشان مستواها في النازل، عشان انت مخلي عيني في وسط راسي ومش عارفه اشوف مصلحتهم. لا وكمان عامل لي فتوى ورايح تضرب المدرس، خليت بناتك يتحرموا من اعمال السنه، وفوق كل ده يطلع عيني الصبح عشان الاقيك عشان اقول لك ان بنتك في مصيبه وانت ولا انت هنا. اهدي يا سلمى، ممكن تهدي؟ ممكن تهدي؟ تهدي يا حبيبتي. انت مش ملاحظه ان الشيطان دخل بينا جامد قوي؟ تعالي لو كل واحد غلطان في حق التاني يبدا يصلح من نفسه، ارجوكي. وبعدين يعني انت اللي طلبت مني ما يبقاش ليا اي علاقه بتربيه البنات. سايبهم لك يا عمر، اعمل فيهم اللي انت عايزه، اكلهم وشربهم ولبسهم ووديهم مدارس وامسح واغسل واكنس. اقول لك على حاجه، رضعهم كمان لو عايز عشان تدوق شويه من اللي انا شارباه. ده ايه بقى ان شاء الله؟ على اساس ان عدى فتره يعني؟ الدنيا زحمه، لما تبقى تخف شويه. كده ذكرياتك القذرة عزيزة عليك يا عمر. جوزك ما بقاش بيحبك، سيبيه قبل ما هو يسيبك. يا بابي يا بابي يا بابي يا بابي يا بابي. ايه اللي طلبته مقفول، ممكن تبعت له ميني كول بصوتك.